In general, divided into two parts. The apical part called gastric pit. اللور راح يكون gastric gland. When you close the layer of small intestine of stomach, divided إحنا الأبيثيليا مالتها قلنا simple columnar long with oval nucleus والتايب مالتها mucus secreting cell. الميوكوزا راح تتقسم إلى منطقتين. الأبيكال بارت called وهذا السيرفس أبيثيليا وهذا الجزء العلوي أسميه جاستريك بيت. اللور راح يكون هذا الجاستريك جلاند. أطلع مقطع السلط. الجاستريك بيت من تجي as a result of invagination of surface epithelium. يعني surface epithelia surface lining بيصير فج invagination inward فتكون ما يطلع عليه gastric pit. In the bottom of the gastric pit, the gastric gland open. فراح يصير عندي كم mucosal layer للستومك divided into two parts. الأبيكال اللي يجي continuous ويا lining epithelia اسميه gastric pit. اللور راح يشغله occupy by the gastric gland. طبعا من region to region يعني من اخذ الكاردياك الفندس احنا لان قلنا histologically 3 parts. من اخذ يعني اميز region عن region دائما اميزها بشقد تشغل الجاستريك بيت من الثيكنس مقارنة لما تشغله الجاستريك جلاند. اعيد عندي الفيرست بارت هو بالنسبة للستومك هو الكاردياك ريجن. اللي يميزها انه الجاستريك بيت تاخذ من الثيكنس مالتي للميوكوزا الجاستريك الى الجاستريك جلاند تاخذ هالف تو هالف. يعني اجي على الميوكوزا نصها الجزء العلوي مش منها مشغول بالجاستريك بيت هذا اللي هو انفاجينيشن من السيرفس ابيثيليا. هذا السيرفس ابيثيليا هذا الانفاجينيشن انورد تدخل وتطلع هذا اسميه جاستريك بيت. بالكارديك ريجن الجاستريك بيت تاخذ من الثيكنس مالت الميوكوزا نصف الثيكنس والجاستريك جلاند تاخذ النص من الابر ثيكنس مالت الميوكوزا والجلاند تاخذ النص الاسفل يعني فيكون نسبتهم هاف تو هاف. شنو الانواع؟ انا راح اجي جزء جزء واشرحها من ناحيه النوع هذا اجي هسه اذا اجي هذا هو السيرفس ابيثيليا اللي هو احنا حكينا عليه سمبل كولومينار. هذا الانفاجينيشن تشوفوا هذا من السيرفس هذا الانفاجينيشن للاعلى هذا هاي الابيثيليا هذا الانفاجينيشن هو اللي اطلق عليه جاستريك بيت. هذا السيرفس ابيثيليا هذا جاستريك بيت تشوف ده تدخل وتطلع جاستريك جلاند هذه هي تشغل بقية الميوكوزا لير. كثكنس تقريبا هاي تاخذ نص الثكنس وهذه تاخذ نص في منطقة الكارديك ريجن. شنو النوع؟ لا الميوكوزا السنتيجي والتحيداني الميوكوزا الميوكوزا شنو عندي بالنسبة للوورمان اسمون انتياس كل الدايزة تتراك الميوكوزا هو الامثيليا اللامينا بروبيري مو صحيح ماسكولارس ميوكوزيس اخر شيء بعدين لا تفضل بعدين تجيني السب الميوكوزي مو صحيح فالميوكوزا نهايتها في الماسكولارس ميوكوزي يعني هسه هذه عندي الابيثيليا وعندي لامينا بروبيري هذا المكان اللي بدها تتجمع به الجلاندات
واخر شيء الماسكولاريس الميوكوزي، لان تحت الماسكولاريس الميوكوزي راح تجيني صب الميوكوزي وليس من الميوكوزي الا فالجلاند والبت هي في منطقة الميوكوزا ما تعبر للسب الميوكوزا. في الكاردياك ريجن نسبتهم من الثيكنس مالت الميوكوزا متساوية في الكاردياك ريجن. سيرفس ابيثيليا عندنا سمبثالامنا وميوكوستيك ريجن. الجاست من يصير انفاجينيشن هنا الجاستريك بيت يكون كونتينيوس سيم تايب اوف لايننج ابيثيليا. اذا سمبثالامنا وميوكوستيك ريجن سير بالبيت الجلاند هذه عندي الجلاند مالتل الكاردياك ريجن. احنا نعرف الجلاند انتو اخذوها بالمرحلة الاولى عندها نيك مو عندها النيك وعندها البادي وعندها البيز مالتها مو صحيح. في منطقة النيك التايب مالتل لايننج ابيثيليا ايضا يكون ميوكوس سكريتنج، لكن ليميز انه الميوكوس سكريتنج يسموها ميوكوس نيك سير النيك مالتل جلاند اللي هي احنا قلنا ان جنرال الجلاند بتشكل نصف الثيكنس. بالجلاند نفسها الابيثيليال لايننج مالتها راح تكون مختلفه. في منطقه النك اللايننج ابيثيليا اسميها ميوكوس نيك سير. اذا جيت عليها تشبه السيرفس لكن ابيثيليا لكن اقل بالهايت، وطبيعة الميوكس اللي تفرزه يكون أكثر يعني أكثر مائل للفلويد وليس للميوكس، بحيث ما ألقى على السيرفس بهالمنطقة كوت لأنه يكون طبيعته أكثر فلويد ما يتجمع. إحنا نعرف الميوكس طبيعته بسبس مو صحيح؟ يعني لزج. في منطقة السيرفس ابيثيليا السكريشن يكون ثيك بحيث يتجمع في النكسر بالجلاند لا يكون اقرب للف طبيعته للفلويد مما هو للميوكس. لذلك بهالمنطقه على السيرفس لايننج مالت النكسر ما راح اشوف كوت من الميوكس لانه سائل طبيعته ما يتجمع زين. نعم لايننج ابيثيليا مالت الجلاند راح تتغير. في النكت مالت الجلاند طبيعة اللايننج ابيثيليا ايضا ميوكوس سكريتنج سمبل كولومينال سير، لكن الهايت مالت الخلايا يكون اقل مما هو، لان احنا قلنا يميز سيرفس ابيثيليا بالستومك انه اللينث مالت اللايننج ابيثيليا ما يكون اقل، والسكريشن مالتها يكون ليس فيزيكس من السكريشن مالت اللايننج ابيثيليا، لذلك ما راح يكون اكو كوت من الابيثيليا على اللايننج لانه طبيعته فلويد وليس ثيك. لا لا بالنك مال الجلاند فقط يكون اللايننج ابيثيليا لايننج ابيثيليا يكون فلويد اكثر من الميوكوس. لا هذا سكريشن بس هي كطبيعه لايننج ابيثيليا هي ميوكس ايضا سكريتنج سيل وايضا تكون سمبل كولومينا لكن الهايت اقل من السيرفس فقط. هذه اسميها ميوكس نكسير. زين بعد ايش عندي بالجلاند؟ نعم مقارنه بالسيرفس. السيرفس هو عندك النك يعني يفرز الدول احنا السيرفس ابيثيليا شنو؟ سمبل كولومينال ميوكوس سكريتنج. البيت كونتينيوس ويا السيرفس ابيثيليا راح يدي لي الجلاند تشغل الجزء الاسفل من الميوكوزا وتفتح بالبطن الجزء الاسفل مالت البيت. تشوف الجلاند تجي تفتح بالجزء الاسفل مالت البيت حتى توصل السكريشن مالتها يوصل للدومس. فإذا جيت الجلاند وأخذت فد لونجيتيودينال سكشن الجلاند، كل جلاند معروف عندها لونج عندها اسمص عندها نيك وعندها اسمص وعندها الجزء البيزل بارت مالت. بالنيك بالميوكس عفوا بالكارديك ريجن بالستومك راح يكون اللايننج مالتها اسميها ميوكس نيكسير وقلنا الكاركتر مالتها. إذا جينا لبقية أنواع الخلايا اللي تبطل
الجلاند مالت الاستومك في منطقة الكاردياك ريجن، راح يكون عندي راح أشوف أيضا موجود خلايا يطلق عليها البرايتال سيل. البرايتال سيل، برايتال سيل الديستريبيوشن مالتها راح يكون بتوين نيك سيل، بتوين ميوكس نيك سيل. اللي يميزها طلع لكم مقطع عندي هنا المقطع بس واصفه بالفندس وليس بال بس هي نفس الكاركتر. البرايتال سيل هذه شوفوا هذه هسه الميوكس نيك سيل اللي قبل شويه قلت سمبل كولومينر والهاي اقل. البرايتال هذا صح المقطع ماخوذ من الفندس بس هي متشابهه بالكاركتر سواء برايتال سواء كانت بال فندس او بالكاردياك. هسه نحكي بس شلون الديستريبيوشن مالتها وين يكون اكثر. الفيتشر مالت البرايتال سيل هي لارج، يعني اكثر انواع اللارجست سيل ويتش لايننج الاستومك جلاند اكبرهم بالحجم. الشيب مالتها تقريبا اشبه بالاوفر وذ بلجينج توورد البيز مالت الجلاند، يعني هي هاي هي الهاي الجلاند هذا القطع مالتها. الشيب مالتها اوفر لارج، النيوكليوس مالتها اوفر ان شيب. اللي يميزها كاركتر اساسيه انه تظهر عندي اسبيدو فيلم اندر ذا مايكروسكوب بحيث استخدم اذا استخدم سبيشال ستين تظهر هذه الخليه تظهر ريد ان كلر محبه للاصطباغ الحامضي نتيجه الهاي اكيوميليشن اوف مايتوكوندريا within the cytoplasm of the parietal cell. Parietal cell انتم تعرفوها اللي هي secretion of interesting factor مو صحيح وال HCL فالحموضية مالت المعدة هي بالاساس ترجع للsecretion of parietal cell، يعني لها دور كلش كبير في عملية الدايجستشن نتيجة secretion مالت ال HCL بالاضافة الى interesting factor. اذا هي أكثرهم وضوحا تحت المجهر لأنه لارج وذ اوفر نيوكليوس وإذا سبيشال ستين هسه عندنا سلايدات بالمختبر مصبوغة بصبغات خاصة راح تميزها بكل سهولة أنه تظهر ريد ان كلر وعندها فد لأنه لارج اوفر يصير لها فد بلج واضحة يعني صحيح هي الأبيكال سيرفيس مالتها ما يوصل للومن أقل بالهايت لكن السايز مالتها كلش كبير البرايتال سيل. شوفكم اياها ان شاء الله. اذا امكن يعني لما تسوي الصوره التشكيل مش على الموس ما يبين. ما ادري اني اشر بس هو الفاتح يعني يطلع عندي الاضاءه وانا اشر ارسم لكم اياها عشان ارسم. يعني احنا اذا اخذت قطع احنا قلنا النكسيل يعني بصراحه لان هاي صبوره يعني استحيف ارسم عليها. احنا قلنا اول نوع كان عندي الميوكاس نيكسيوس اللي هذه الموست نيومرس بيناتها هذه الخلايا اللي تجي ضمن النك راح تجيني خلايا اخرى السايز مالتها كلش كبير ايضا عندها النيوكلياس اوفر وعندها جرانيول. نعم هذا الجرانيول هو السكريشن مالتها اللي راح يطلع اللي هي السفرجس زين. وقلنا هذه الخليه اذا خصوصا بالسبيشال ستيرنج راح تظهر هذه الخليه غير الكلام اكثر انواع الخلايا الموجوده في منطقه الكاردياك ريجن راح تكون في منطقه الكاردياك هي الميوكس نيكسيل وتيجي بيناتها يعني راح ترجع لي ايضا ميوكاس نكسيل وتجيني اخرى اللي هي البرايتال سيل وهكذا. هذا في منطقه الكارديو ريجن
طبعا احنا راح نميز ريجن عن ريجن في طبيعه اللايننج ابيثيليا والاختلافات والاكثر ديستريبيوشن للخلايا، وبعدين نكمل الليارات مال الاستومك لان كاستومك هي ميوكوزا ايضا وترجع تسبب ميوكوزا، ونعرف الستركتشر متشابه عن اللي شرحناه بالدايجستف تراك نفسه. طبعا هي البرايتال او يسموها الاوكسينيتك سيل يعني نتيجه السكريشن مالتها الحامض اللي هو الاتش سي او. اذا اجي ارجع للكارديك ريجن احنا الاولى اللي كنا نحكي عليها ميزناها قلنا اول سنجل موست كاركترستيك فيتشر بالنسبه لها انه البت الى الجلاند كنسبه هاف تو هاف، بحيث راح اشوفه انا تقريبا متساويه بالثكنس. زين الانواع الخلايا الموجوده الدوميننت تايب هي الميوكوس نكسيل وباعداد قليل اقل راح تجي لي البرايتر سيل. هي اصلا هاي المنطقه كلش صغيره تحيط بس الاورفيس، يعني اذا اجي طبعا لمنا بروبيريا كستركتشر مثل ما حكيناه حاله حاله حكينا بالدايجستيف تراك هو لوز كونكتيف تيشو، اكو عندي بلاد، اكو موجود عندي نير، اكو لمفاتك بانواعها المختلفه. احنا ده المتشابه ما نعيده، احنا نحكي بس الموديفيكيشن اللي يصير الجديد نركز عليه، بقيه كلها متشابه. واخر شيء تجيني ماسكولار سيميوكوزي اللي هي ايضا تو لاير انر سيركولار واوتر لونجيتيودنال، تجيني سب ميوكوزا اللي هي قلنا دينس ايضا كونكتيف تيشو ايضا موجوده بيها البلاكسس حالها حال ما موجود في منطقه الكاردياك ريجن. اللي يميز الاستومك انه المسكولارس اكسترنا راح تكون تو لاير بالفندس راح تكون عندي 3 هاي الاوتر الانر سيركولار اند اوتر لونجيتيودنال. شنو 3 بالفندس المنطقه اللي هي المين يسموها المين جلاند راح تكون عندي 3 لاير، راح تكون اوبليك سيركولار ولونجيتيودنال، وبالبايلورس ترجع 2 لاير. تاخذوها بالاناتومي قلت على طول كل الجلاند 3 لاير كل الستومك. نعم الجنرال ليش ينطيها 3؟ لانه من السايز مال الستومك الفندس والبدي هم اكبر ماخذين اكبر حجم من الاستومك، الكارديك صغير والبايلورس، وفي منطقه الفندس والبدي هي 3 لايرز فينصوها انه هنا راح تكون 3 لايرز. بالاستومك يوصفوها انه 3 لايرز بس هيستولوجيكالي انه في منطقه الكارديك 2 لاير، في البايلورس 2 لاير، في الفندس والبدي 3 لايرز. دكتور يعني الكارديك والبايلورس 2 لاير؟ نعم منطقة الكارديا لا 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 لا. وبالبايلورس راح اللي يميزها ناخذها بالبايلورس اللي يميزها انه الانر سيركولر لاير تكون ثيك وتكون السنكتر. بايلورس سنكتر اللي هي ما بين الستومك والدودينوم. خدتوها انتم بالاناتومي؟ يعني احنا مرات مثلا اكو سفنكتر ما تكون اناتوميكالي وان هنا اناتوميكالي تكون لان اكو ثيكنس صاير بالانر سيركولار لير كونت هذه السفنكتر اللي هي ستومك دودينوم، يعني بالضبط في منطقه البايلورس بالانر سيركولار لير صار لها ثكنس وتكون السفنكتر. زين اذا تحول الى منطقه المنطقه الثانيه من الستومك اللي هي منطقه الفندس والجن تشغل اغلب حيز الستومك لانه يشمل الفندس ويشمل البدي. هنا يسموها يعتبرون المين جلاند للستومك هو بهاي الريجن المين جلاند. فاذا جينا كبرسنتج نسبه كنسبه ونسب تناسب ما بين الجاستريك بيت والجاستريك جلاند، الجاستريك بيت تكون 1 كوارتر بينما الجلاند تشغل 3 ارباع الثكنس، يعني الفت راح تكون هنا شلو جاست 1 كوارتر من الثكنس بينما الجلاند تشغل 3 ارباع الثكنس لانه المين جلاند اوف ستومك هو في هالمنطقه. زين بهالمنطقه
باللايننج مالت الجلاند راح اشوف كل انواع الخلايا الموجوده في الجلاند مال الستومك اللي هي ايش راح تكون عندي. يعني ضمن اللايننج مال الجلاند راح يكون عندي النكسيا ومثل ما حكينا والبرايتر مثل ما حكينا هالكاركتر ما تتغير، لكن هنا الاعداد اكثر. طبعا البرايتر سيل ديستريبيوشن مالتها يكون along the gland من بدايتها، يعني من منطقة النيك الى نهايتها للبيز تتوزع، ما تقتصر وجودها في منطقة. يعني الميوكس نيك سيل فقط بالنيك، البرايتر لا along the gland الديستريبيوشن مالتها. تجيني another type of cell اللي هي chief cell. chief cell مكانها يكون يختصر بالبيز مالت الجلاند، بالبيز مالت الجلاند اللي يميزها انه هذه الجلاند، هذه السيل العفو الشيب مالتها يعني اقرب بالتراي انجل، والنيوكليوس مالتها راوند، وبنيث النيوكليوس اكو اكيوميليشن الجرانيولر رياكشن مالتها يوجوالي بيزوفيليك، بحيث من اخذ ستينينج سبيشال راح تظهر عندي تشيف سيل كلام مالتها بلو، بينما البرايتر تظهر ريد. هنا شنو السكريشن مالها زايموجين، فهاي الجرانيول هي طبعا هذا الكلر نتيجه الرف اندوبلازميك ريتيكولوم اكيوميليشن مالتها كلش عالي يكون في منطقه بنيث النيوكليوس في التشيف سيل، لذلك تنطي رياكشن بيزوفيليك. الديستريبيوشن مالتها يقتصر قلنا على منطقة البيز مالت الجلاند، فراح يكون اذا الموس نيومرس تايب اوف سيل بالستومك جلاند هي البرايتل وهي اللارجست وكأعداد اكبر، والديستريبيوشن مالتها along the length of the gland. النيك سيل لا يقتصر وجودها على النيك، والتشيف سيل يقتصر وجودها على منطقة البيز. اكو عندي another type of cells موجودة ضمن اللايننج مالت الستومك جلاند اللي هي انتيرو تروموفين سيل، او سموها انتيرو اندوكراين سيل. انتيرو اندوكراين سيل هذه النوع من الخلايا تكون متوزعة على طول الدايجستيف تراكت من منطقة الستومك إلى منطقة اللارج انتستين. أعدادها مختلف حسب الريجن، لكن هي موجودة من نوصل الستومك إلى نهاية باللارج انتستين. تسمياتها تختلف حسب السكريشن مالتها، يعني أكو قسم منها تفرز السيروتونين سموها، أكو غاسترين تفرز. فالتسمية مالتها هي ان جنرال تسمى انتيرو اندوكراين سيل، لكن تسميات ريجنالي حسب السكريشن. مرات يعني تشوف كتب خاصة مثلا تدخل ديب بالستومك، كتاب خاص بس للستومك، هيستولوجي مالت الستومك، راح ينطيها تسميات حسب السكريشن مالتها، لكن هي كشيء متشابهة. سمول ان سايز هي كاركتر مشابهة تقريبا للنكسيل، لكن أصغر بالحجم وما توصل للومن، ما توصل للومن، فقط تشغل البيز مالت اللايننج أبيثيليا، الأبيكال سيرفس مالتها ما يوصل للومن مالت الجلاند اللي هي هذه الأنتيرو اندوكراين سيل. قلنا الديستريبيوشن مالتها بكل الستومك وبكل حتى يوصل لللارج انتستين، التسمياتها حسب السكريشن مالتها. الشيء مالتها اشبه بالنكسيل، لكن يعني معناها بالنسبه للنكسيل احنا اندر مايكروسكوب ما تاخذ كلام، ما تاخذ، لان احنا نعرف بصوره عامه قلنا كل الميوكوس سكريشن يظهر لايتر ان كلر اندر مايكروسكوب، فسواء النكسيل او الانتيرو اندوكراين سيل اثنينها ما تاخذ، اثنينها متشابهه بالرياكشن مالتها للستيرو، لكن هنا يجي السايز مالتها اصغر من النيك سيل، والديستربيوشن مالتها اقصر، يعني يتوزع ايضا اكثر شيء في منطقه البيز.
البيز مالت الجلاند، يعني اقرا قريبه للتشيف سيل. النك فقط بالنك، حتى اسمها مرتبط باسمها في اي ريجن، في اي ريجن بالستومك النك سيل في منطقه النك بالجلاند، ما القاها لا بالبادي مال الجلاند ولا بالبيز، فقط في منطقه النك القريبه للبيت. البيت هي شنو؟ البيت هو الانفاجينيشن من السيرفس، الجلاند تجي تفتح بنهايه البيت، فمنطقه الاتاشمنت ما بين الجلاند والبيت هذا النك مالته، خليه هناك القى النك سيل. زين دكتور، تبين اعدادها تكون كثيرة من اعدادها تكون اكثر من البرايتر سيل؟ لا، الموست نيومرس تايب هو البرايتر سيل بالجلاند. نعم، في 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 كل الجلاند، يعني في كل اجزاء الجلاند ستومك جلاند، النيومرس تايب واللارجست سيل هي البرايتر سيل. شيف؟ لا، برايتر اللارجست وال الموست نيومرس. اذا عندك مصدر يقول تشيف اكبر الواجب. برايتر على طول ليش احنا قلنا الموسنيومرس؟ يعني لا يقتصر وجودها بالنك ولا بالبيز، وانما على لون. يجي في منطقه النك يعني مالت الجلاند، يجي ما بين خلايا النكسر، ما بين يعني هنا تجي لي نكسر وحده. انت قصدك بهاي تقولي لي يعني؟ لا، مو انا اذا اقيس العدد اقيس على كل الجلاند، في منطقه النك تجيني صحيح نكسر نكسر وتجيني وحده برايتر، بس انا اقيس توتالي على كل الجلاند عددها اكبر، مو بالنك بس، في كل الجلاند. نعم. في النك، النك الدوميننت هي النكسر، دوميننت هي نكسر. نعم. الاسمص نعتبره نهاية البيت، ويبدي النك مال الجلاند. انا عم اجي على اجزاء الجلاند ابدي من عندها بالنك، يعني الاسمص ما نعتبره الدوميننت تايب بالنك هو النكسة اللي هي ميوكس. البيت كلها من السيرفس ابتدى نفسها، يعني تجي هو الانفاجينيشن يدخل السيرفس نفسه، فهو هو اللايننج مال، هو هو الابيثيليا اللي بتقدر تبطل. تمام؟ لا. إذا حولنا للآخر جزء من الستومك اللي هو البايلورس. البايلوريك ريجن. اللي يميزها؟ شوف انتوا هاي بالرسوم انا ناطيكم اياها يعني بالمحاضره وياها الرسوم التوضيح واضح من النيومرس. نعم. هذه خلايا تشوفوا هنا من نستخدم السبيشال ستيني مثلا، بس المشكله هي انا هاي يعني هنا شوف هاي للبراي توصيل النار غير كلام وهذه تشيب سيارة اللي قلنا اللي يميزها انه وجود هاي الجرانيول اللي تجي تحت النيوكليوس بالضبط واللي تنطي بيزوفيليك رياكشن.
البارايتوس اخر جزء اللي هو جزء البايلوريك. في البايلوريك ريجن راح يصير عكس. نعم اتفضل. حسب هاي الصوره حسب السكشن حسب السكشن الماضي حسب هسه هو شوف هذا كله برايتر والازرق هو ترى هذا الازرق مو بس تشيف والنكسل النكسل اللي بال يعني انت شوف القطع من ماخذه انا ما عندي مشكله يعني المصادر اللي عندنا احنا تقول انه الموسنيومرس تايب اوف سيل وذ ذا لايننج اوف ستومك جلاند هي البرايتال سيل واللارجست بالسايز بالسايز الاكثر. اذا اكو مصدر ثاني عندكم ما عندنا مشكله حتى يعني نشوف معلومه يعني. نعم هذا المقطع مقطوع من السكشن من البيس البيت البيس يكون البرايتال سيل اقل مقارنه بالنت ولهذا ما اعرف ما اعرف مقطوع ما اعرف هذا مقطوع من البيس او من ال من التشيب سيل ترى التشيب سيل يكون هو والانترو اندوكراين قد يكون احنا اي قد يكون يعني قد يكون البرايتال سيل قليل مقارنه بالنت لا قد يكون يعني لان احنا بالقطع ما نعرف لان انت هو ترى الجلان متواصل اثناء القطع تظهر عندي هنا يعني قد يعني صح ممكن اني احكم عددها حسب اللوكيشن مالتها يعني حسب المكان المعقود من عنده. احنا قلنا احنا بالبدايه قلنا انه النكسل اكثر شيء بالنك البرايتل على طول الجلان وتشيف بالبيز وايضا قلنا الانتيرو اكرامافين او الانتيرو اندوكراين بالبيز. زين اذا تحولنا للبايلوريك ريجن البايلوريك اللي يميزها هذه ايضا فندق شوف هاي الفندق القطع ايش قد ماخذ يعني البت انا هسه انا البت هذا الشلو بينما الجلان شوف ايش قد ماخذ اي هاي يعني تفيدنا بالتمييز تحت المجهر خصوصا اذا يعني ما احنا لما نريد ستومك نجيب لك ستومك لازم تذكر يا جزء من الستومك يعني هل هو البايلوريك لان عندنا السايدات للبايلوريك والفندس والكارنيج هذا الجزء اللي هو جزء البايلوريك اللي يميزه انه هنا راح تكون طبعا هو اكون يعني اكو مصادر انا قاريتها يقول البيت هنا تاخذ ثلاث ارباع واكو او مصادر اخرى تقول لا هاف تو هاف هاف تو هاف حالها حال الكارديك يعني البيت تاخذ نص الثكنس والجلاند نص في منطقه البايلوريس بس اكو انا يعني عندي مصدر يقول يعني حطها البيت هي اللي تكون 3/4 من الثيكنس اذا انت تشوفها يعني حتى هسه انت بهاي الخطوه ما ايش قد داخله ديب البيت تدخل ديب من الميوكوزا تترك جاست اللور بارت مال الميوكوزا هو للجلاند الجلاند يعني فقط ماخذ البيزل بارت بس يعني هم انا هوايه كتب تحطها هاف تو هاف يعني فما نقدر يمكن حتى أنا بالمحاضرة نزلت لكم هاف تو هاف فمعنى يعني نعتمد المعلومة النازلة بالمحاضرة حتى تتوحد بس أكو هسه تشوفون المصادر أخرى تنطي الدبث مالت البيت في البايلوريس تنطيها ثلاث أرباع الثيكنس مال الميوكوزا وتنطي للجلاند ربع لأنه الجلاند هنا تكون كلش ما بقى قليل من الثيكنس مالت الميوكوزا التايب مالت اللايننج ابيثيليا دوميننت تايب من السيال الموجودة هنا ما راح القى كل انواع الخلايا وانما القى النكسل هو باعداد قليلة من الانتيرو كرومافين سيرف هنا لان بهاي المنطقة يعني الفانكشن مالت الاستومك اكثر شيء تكون متركزة في منطقة الفندس تبدي تتناقص يعني بالاتجاه نحو السمول انتيستين لا نعم نكسل الاندوكراين يعني الانتيرو اندوكراين
قبل شوية قلتوا لي انتوا على الستومك كلها زينة، شوف الان ماسكولارس انر سيركولار ثيك، شوفوا ما الاوتر لونجيتيونال ما يذكر لير الاوبليك، فقط في منطقة الفندس فقط، يعني في منطقة الفندس لانه اغلب الدايجيشن راح يصير في المنطقة يحتاج ثيك مصل، فيكون في منطقة الفندس، بقية يقتصر المصل بيها بالكاردياك وبالبايلورس على تو لير وليس ثري لير. لا البادي ايه بادي والفندس بادي والفندس لا 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 ما قلنا عكس الفندس، قلنا في منطقة الفندس الثيكنس اغلب مشغول بالجلاند، وقلنا يعني اكو مصادر تحط بالبايلوريس هاف تو هاف، مصادر تحطها تنطي الموس الثيكنس الاكثر للبت، يعني بصراحه ستشوفوها بالسلايدات واضح كلش انه البت تدخل ديب يعني بيعطي على الربع كلش صغيره تدخل ديب بس مصادر اخرى لا ما اعرف، قد يكون طبعا حسب، قد يكون مثلا نشتغل اكسبيرمنتري ويذكر مواصفات، يعني اكو نص تنطيها قلت لك تنطي الدبس اكثر الدبس مالت البايلورس للبيت، يعني تدخل ديب وتترك ثين لاير لل جلان، مو مثل الفندس، فندس لا تماما مختلفة، شلو تكون البت والجلاند هي المصدر الثيكنس، كل انواع السيل اللي تكون مبطنة كل انواعها والفانكشن مالت الاستومك يعتمد على منطقة الفندس، لذلك اشوف فيها كل الخلايا موجودة ضمن في منطقة الفندس، فندس والبادي يعني اللي هم متشابهين تماما، بالكاردياك وبالبايلورس راح توجد انواع محدده مو كل الانواع، لانه كي فانكشن للاستومك بهالتو ريجن اقل مما في الفندس ريجن، فما تكون كل انواع راح تبقى تحدد انواع محدده من الخلايا، الانواع المتبقيه في منطقه الفندس والبدن. نعم. يعني اذا شفتي البت داخل ديب طبعا هو اكو كاركتر اخرى نعم الجلاند من راح تشوفيها في منطقة البايلورس تكون لين كويلد ولارج وايدر، فراح تشوفين ال يعني الدايميتر مالت الجلاند في البايلورس كلش واسع، هسه اشوف لكم اياها تحت السلايد، يعني رغم البايلورس مو هي المين فانكشن بس لين كويلد ملتفة فتظهر وايدر تحت المايكروسكوب، وحتى تظهر يعني خلينا شو نقول يعني متزاحمة بالمنطقة، يعني مقاطع عرضية هواية تظهر في منطقة البايلورس، هسه اشوف لكم اياها بالسلايد. بالفندس لا يعني بسهولة تميزيها من شلون صح الجلاند هي مالت الثيكنس، كل انواع الخلايا موجودة بالجلاند. شيف موجودة بأعداد البايلورس البرايتر موجودة وبقية الأنواع، ليش بقية الأنواع هي موجودة بالكل لكن أعداد كبيرة للبرايتر والتشيف خلينا نحكم بالإضافة إلى أنه أن الشالو بيت والثيك جلان أحطها أنا بالفندس ريف. لا إذا اشتغلنا بالامتحان البايلورس هاف تو هاف أو واحد يسافر صحيح؟ لا لا احنا نوحد المعلومه ونخليها لانه نوحدها ونخليها هاف تو هاف نمشي عليها، يعني صح تصير بالكارديو كل بايلورنس هاف تو هاف وبالفندس راح تكون يعني وين و يعني نعم نصف نص نعم يعني اذا كتبت يعني نقول البيت حتى شو اسمه هو راح تلقاها، انا اقول لك اني ليش قلت لك اياها؟ لان هسه انت اذا تروح تقرا كتب ومصادر اخرى راح تقول لي اكو اختلاف عن ما مذكور بالمحاضره، شفت في مكان ما
انه الدبس مال في البيت في البايلورس ما اخذ جوس ون حتى يحطوها، لا ما ينطوها هيك واحدة، ينطوها 2.5 من الاثنين، يعني 2 على 5 من الدبس، ويعطوها 3 على 5 يعني 2 على 5 ينطون للجلاند و 3 على 5 للبيت. يعني كأنما يعتبروها 5 أجزاء، 3 على 5 هي للبيت واثنين للجلاند في هاي يعني هاي المصادر اللي تنطيها أكثر هيك تقسم. لا هاي بالنسبه للستومك يعني انا حاولت اكملها حتى السلايدات هسه انتم تدخلون ان شاء الله تاخذون ازوفيجوس والستومك ان شاء الله الاربعاء ناخذ الانتيسن السمول واللارج انتيسن، اذا قدرنا ايضا ناخذ بنكرياس ليفر شكرا.